على بركة الله صارت هذه الدفعة لتعلن عن نجم جديد في هذا اليوم وانطلاقة مميزة لهذه الشعارات الذي شاركتنا في انطلاقة هذا اليوم. نسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى تقدم البداية الأولى. هنا الحذر يتقدم سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على مقدمة الشوط ويسير نحو المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك ياتي السليماني تعود ملكة ومسكت لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير يحتل ثاني المراكز في هذه الأثناء. أما المركز الثالث هنا تسلل من خلال تواجد الذيب تعود ملكية محمد بن خويتم العامري غير وخذ المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل شاهين تعود ملكية المبارك بن راشد أو مبارك بن ناصر بن راشد المنصور يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى دكتور الأصايل في المركز الرابع، وهنا تقدم شاهين ياتي عبد الله بن علي بن رشيد يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس هنا مطر بن غانم بن مسفر بالقوبع مسكت في المركز السادس سعيد بن راشد بن غدير المركز السابع. ننتقل مباشرة إلى المشير سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري يحتل المركز السابع. أما المركز الثامن فهنا تقدم بحر الخليج لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي، والمركز التاسع من الجانب الآخر. بينما المركز العاشر ناخذ عاشر المراكز، وهنا ياتينا راهي سيف بن هيل بن سيف المنصوري هنا لا نحتل المركز العاشر. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم، عشرة أسماء منطلقة وعشرة أسماء باحثة عن الناموس في مسار هذا اليوم، في مسار الانطلاقات ومسار التحديات الجميلة والتحديات المثيرة. عودة إلى البداية، ولكن هناك الحذر لا زال المسيطر سيطرة واضحة وفعالة على المركز الأول. يا سلام الله يا الطنيجي لا زال مسيطر. سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي لا زال يحتل البداية الأولى وهو المسيطر هنا حتى هذه اللحظات، يسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتميزة. أما المركز الثاني فهناك يتواجد بن خويتم لكن وصل مسكت، بدأ الآن يغير إلى المركز الثاني سعيد بن راشد بن غدير هنا وصل واحتل ثاني المراكز في هذه الأثناء. أما المركز الثالث واصل الذيب محمد بن خويتم العامري يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع متابعة من خلال وجود شاهين المبارك بن ناصر بن راشد المنصوري احتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فتسلل جديد هنا من خلال وجود راهي في المركز الخامس تعود ملكية السيف بن هيل بن سيف المنصوري خذ المركز الخامس. المركز السادس وصلنا إلى عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي في المركز السادس، والمركز السابع من الجانب الآخر بحر الخليج يبحر في ناموس هذا اليوم. محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يحتل المركز السابع أيها الحفل الكريم. ثامنا وصلنا إلى الأشقر العبيد بن سلطان بن رشيد يحتل المركز الثامن في هذه اللحظة، بينما المركز التاسع وصل براق فهد بن ناصر بن حمود الشافي يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر هناك المشير لسعيد بن حمود بن دعفوس سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري هو الآن يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المسيطرة المتقدمة في نشاط الشوط. والكيلو الأخير ما شاء الله سارت هذه الجعدين بسرعة الشعارات وبسرعة الأسماء، ولكن مسكت لا يزال مسكت في المركز الأول لسعيد بن راشد بن غدير المحنك لا زال هو المسيطر حتى هذه اللحظات في ناموس هذا الشوط في رفرفة الاعلام. لكن هناك المركز الثاني اشوف واصل راهي تعود ملكية السيف بن هيل بن سيف المنصوري خذ المركز الثاني. المركز الثالث ايضا المنصوري واصل مع شاهين مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري، والجانب الاخر عندك يا الزرعي بحر الخليج واصل محمد بن سعيد بن حليس الزرعي في المركز الرابع. المركز الخامس هناك بن رشيد عبد الله بن علي بن رشيد، ولكن عوده الى مسكت عوده الى المنصوري راهي ومسكت اللحظات الاخيره. شوف التسلل هنا في موقع القوه موقع التحدي موقع الانطلاق. شاهين يحاول راهي في المركز الاول سيف بن هيل المنصوري، لكن الشاهين في المركز الثاني مبارك بن ناصر بن راشد المنصوري وعوده الى بن رشيد هنا في هذه اللحظات عبد الله بن علي بن رشيد، بينما المنصوري مسيطر راهي حتى اللحظات سيف بن هيل المنصوري لا زال
على المركز الاول، يحاول بن رشيد، يحاول بن رشيد في المركز الثاني، عبد الله بن علي بن رشيد في ثاني المراكز في هذه اللحظات مع وجود شاهين، ولكن خلاص المنصوري راح استلم القياده، سلام عيناوي سلام سيف بن هيل المنصوري المركز الثاني، عبد الله بن علي بن رشيد مسكت في المركز الثالث، سعيد بن راشد بن غدير المركز الرابع، شاهين تعود ملكيته مبارك بن ناصر المنصوري، والمركز الخامس بحر الخليج ياتينا محمد بن سعيد بن حليس الزرعيه يا حبل الكريم من احتل المركز الخامس. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء خمسة أسماء انتهت في ملتقى هذا الشوط، ولكنها سجلت التوقيت الزمني من خلال هذه اللحظات، لحظات الإعادة مشاهدينا الكرام هنا في مستوى هذا الشوط، هنا في هذه اللحظات هنا يأتي بست دقائق خمس ثواني 23 جزء من الثانية راهي سيف بن هيل بن سيف المنصوري تانينا والناموس، أما المركز الثاني كان من نصيب شاهين عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي يحتل المركز الثاني ست دقائق ست ثواني أجزاء من الثاني تالينا والناموس، أما المركز الثالث كان مسكت سعيد بن راشد بن حمد بن غدير حيث سجل ثالث المراكز واحتل موقعة هذا الشوط ست دقائق ست ثواني 12 جزء من الثانية تالينا والناموس على هذا الفوز والانتصار تالينا للجميع. التواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا بحضراتكم، ولازلنا مستمرين في لحظات التحدي الجميلة ولحظات التحدي والإثارة المميزة في صباح هذا اليوم الذي حملت عنوان اللقاية المميز، اللقاية الذي مشاهدينا الأعزاء يأتي من خلال سن المفاجآت، والذي يرحب بكل الأخوة المتابعين.